الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم أبدأتكم الإملاء بسم الله الرحمن الرحيم سماحة العلماء الأجلاء آبائي وإخواني الأعزاء ساداتنا الكرام أيها الحفل الكريم أحييكم بتحية عطرة تحية الله للمؤمنون وهم في العرفات آمنون وتحيتهم يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وقدوتنا محمد صلوات الله ربه وسلامه عليه أفضل من مشى على الأرض الذي أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الدياج الظلم إلى النور الإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في سنته تزوجوا الودود الولود فإني مكاثركم بكم الأمم يوم القيامة وهذا ومن أشارت إليه الآية الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قال الحبيب محمد يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليهم بالصيام فإن له وجاء وقال أيضا من ترك الزواج وهو قادر عليه ونتبه إلى أن هذا محالف لسنته فقال أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني من أجل ذلك اجتمعنا هذا المكان الإعلان الزواج الأهي جعفر مؤمن مع الأنسة بنتي ونعيش علي مبا الذي يشتمل على أسر عظيمة وكريمة كيزي وتكوف ما إسلام وزيوهنه مفندوانه ونام ما إسلام كما كواعد إكاري هنا نأخر ما مريق يوم ديالي حصة حوام الدعاء هرمان دولة مدين كيزي وتكوف إذا فمي بيلي نمجملي متكوف ikao yangu wa uharma insi ya bajin na dunji wa lumamini mabajin na umji mtukufu wa mlali ya bajin abongi karnoka wali shaham jupara imanama alqari ainuddin hamdan ya jaribu li makfal habandi za aya za Qur'an kani ya tafadhali ainuddin بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم تكبير اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا كويس وتكوف Jadina ubungai Qur'an ini cukup Ikau semua di mana hanyu Al-Qari Ainuddin Hamdan Quiz Abasa Abduhina Naupara Fudiwang Al-Ustaz Samahat Ahmed Muhammad Afandi Yajirini ke kalmat al-wa'adhi Wal-Irshad Fadiyatufadhal Ustaz